واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. احنا ولادك يا بلادي، الفكر في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا، بلادي سد ومريع وفوق الجميع. تستمر النجاحات التي تحققها مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. من هذا المنطلق واصلت الوزارة فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك. وعيش حرة يا بلادي في كل الأزمنة، ووقت لما تحتاجينا ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا سيادة الرئيس، ومشكرين على الزيارة ده وبالكراتين الحلوة ده، وربنا يديك الصحة يا ولدي. مسؤولية وشرطة شعب، احنا ايدنا واحدة على الغريب. الرئيس ده حبيبنا، ده حبيب الملايين وحبيب النوبيين بالذات. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب. ربنا يخلينا الرئيس ووزارة الداخلية يا فندم، كل سنة طيبين. مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا. احنا مبسوطين النهاردة، وإن أنت جيتونا برضه ضباط أسوان وديتنا كراتين ويحيى عبد الفتاح السيسي. ولادها أبطال أسود وقد العهود، وجوه قلوبهم حبها. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، نشكر سيادة الرئيس ونشكر الضباط اللي مشرفينا النهارده، ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين، واحنا كلنا شعب واحد على راجل واحد، ونقول لسيادة الرئيس كل سنه وانتم طيبين بحلول شهر رمضان. احنا مصر ومصر احنا في كل صوت، والحكايه مستمره من سنين. انطلقت مأموريات وزارة الداخلية إلى جميع المحافظات للوصول إلى مستحق هذه المساعدات من المواطنين لتقديم الدعم والمساندة لهم ورسم الفرحة على وجوههم بمناسبة شهر رمضان المبارك. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وبلدك التاريخ من بعدها، كلنا مؤمنين بحبها من سنين في كل. شكرا يا سيادة الرئيس، مش مخلينا محتاجين حاجة، كل سنة وحضرتك طيب وشعب مصر طيب إن شاء الله. كل واحد فينا شرطة ولا شعب، حبها في قلوبنا بعد الدين دي. كل سنة وانت طيب والسيسي طيب، وخليه وطول عمره ويصلح حاله يا رب. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا اديلك عينيا وأدي المسؤولية. نشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادراته، مبادرة كلنا واحد، ونشكر رجال الشرطة اللي هم واقفين معنا في حي العين الساهرة. وبلدك التاريخ من بعدها، كلنا مؤمنين بحبها من سنين في كل جيل، بطل تمل شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فجرها، دي كانت زمان. وبلدك التاريخ من بعدها، فرحانة دايما ان انتوا واقفين جنبينا وعلى طول في الفيوم معانا في كل مناسبة حلوة ما بيسيبناش. احنا حاسين بفرحة جديدة قوي، وكل سنة وانت طيب يا ريس، ومناسبة شهر رمضان، ويعود عليك الأيام بخير. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا اديلك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة. بشكر سيادة الرئيس على مبادرة كلنا واحد، وبشكر وزارة الداخلية انها جات لحد عندنا هنا في يوم جديدة، وكل سنة حضراتكم طيبين ورمضان كريم يا رب عليكم جميعا. انا اديلك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب احنا ايدنا. الضباط جالي كلهم النهاردة، والدنيا الهدية بتاع الرئيس، وربنا يبارك فيه وربنا يسترها عليه يا رب. في كل جيل بطل تمل شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فجرها. تأتي هذه المساعدات في إطار مبادرة كلنا واحد إسهاما من وزارة الداخلية في توفير جزء من احتياجات المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.
كل سنة وانت حضرتك طيب يا ريس، وانت دايما فاكرنا مش بتنسانا ابدا، وانت معانا وفي قلوبنا. كرتونة دي مفرحانة يا ريس والله، كل سنة وانت طيب، تعدلها بخير يا رب. مصر ومصر احنا في كل صار، والحكاية مستمرة من سنين. انا مش مصدق والله ان انت جبتنا عند الغيط، الف الف شكر ان انت عايشنا في حياة كريمة ومش ناقصين اي حاجة والله. يا مصر يلي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك. كل سنة وانت طيب يا ريس، اللي انت بتسأل علينا وبتسأل على حياة كريمة ومعيشنا في امان. في كل جيل بطل تمل شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فجرها. الف شكر وتحيا مصر. يا مصر يلي شمسك لا يمكن تغيب. دائما ما تحرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة المواطنين، وهو الهدف من مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها الوزارة لتحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للمواطنين. مبادرة كلنا واحد جت من أسيوط النهاردة، وبنشكر سيادة الرئيس على المبادرة اللي هو عملها لنا. بنشكر رجال الشرطة وبنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. في كل جيل بطل تمل شايل اسمها، وكل ليل بيجي. شكرا اللي جيتوا شرفتونا في صيت الجديدة. شكرا لسيادة الرئيس مفتكرنا على رمضان. في كل جيل بطل تمل شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فجر. هادي كان زمان وبلدي جدا للحين بعد. نشكر الرئيس اللي هو فكنا قبل رمضان، وكل سنة هو طيب. في كل جيل بطل، كل سنة طيبين وبعد الأيام تحيا مصر. احنا مصر ومصر احنا في كل صار، والحكاية مستمرة من سنين. كل واحد فينا شرطة ولا شعب، حبها في قلوبنا بعد الدين دين. نشكر رئيس على مبادرة كلنا واحد، تحيا مصر. كلنا مؤمنين بحبها.